امتى الزمان يسمح يا جميل، امتى الزمان يسمح يا جميل وسهر معاك على شط الجو كله سكون والورد مال على الغصون والقمر طال علينا والعزول غاب عن عينينا والقمر طال علينا والعزول غاب عن عينينا وانا والجميل قاعدين سوا على شط امتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل. ولو شط النيل مش موجود ممكن على الاقل نسهر على كورنيش النيل. النهارده بنتكلم عن قول للزمان او عايزين نقول للزمان ارجع يا زمان. طبعا انا سعيد جدا ان بدات الفقره بغنوه جميله زي دي بتفكرنا كده بزمن الفن الجميل والطرب الاصيل وبصوت كمان المطرب اللي مشرفني النهارده احمد حماده بيغني في المدرسه وفي الاوبرا. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. انت هتبقى مبسوط معانا النهارده واحنا هنتبسط بصوتك اكتر ان شاء الله. طيب قبل كمان ما ندخل في موضوعنا عايزين نرحب كمان بموهبه جميله جدا وهو واحد من الناس اللي بتمثل في المسرح وقدام الكاميرا هو الممثل الجميل الصاعد محمد المصري. صباح الفل يا محمد. صباح الجمال. ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. نبتدي بمحمد المصري ولا نبتدي باحمد في الكلام؟ انا عارف ان انت النهارده جاي تغني اكتر صح؟ طيب تعالى تعال نروح لمحمد الاول. محمد كده كلمني عن بدايتك. انت اولا بتدرس ولا خلصت؟ لا انا لسه مخلص، كنت في خريج كليه دار العلوم وبالمناسبه دي كانت بدايتي في تمثيل مع فريق مسرح الجامعه. حلو. ويعني كانت التجربه هي البدايه ويعني الحمد لله الحمد لله يعني ربنا بيسهر ييسر الامور والدنيا جميله ان شاء الله. مسرح الجامعه فعلا بيفرق في بدايه خطوه اي فنان. هو انا دخلت المسرح الجامعه كانت الاول كنت عايز ادور على يعني كلنا موهوبين فانت عايز تعرف انت موهبتك فين، فدخلت المسرح من تجربه وتشجيع طبعا من العيله، خش جرب المسرح هتستفيد منه كتير، حتى لو ما كنتش ممثل هتستفيد حاجات تانية. فدخلت المسرح وحبيته جدا ولا شجعني اكتر ان انا اكمل فيه. جميل. محمد كمان عامل حاجات يمكن احنا بنشوفها دلوقتي على الشاشه، حاجات فيديو هيكلمنا عنها واحنا بنتكلم اثناء حديثنا. واضح ان انت عامل حاجات كتير وبتحضر لحاجات جايه كتير صح؟ ان شاء الله في رمضان اللي جاي في حاجات حلوه كتير جايه ان شاء الله. طيب يعني هجي لك تاني وهنتكلم علشان نشوف كمان موضوع شايف معاك دايما باستمرار، حد فوق وحد تحت طويل وقصير، هنتكلم عن الموضوع ده. طيب نروح لاحمد بقى. احمد انت في ثانويه عامه؟ يعني عز المعمعه زي ما بيقولوا، يعني بتعرف بقى توفق ازاي ما بين الدراسه وما بين الغنى؟ واول مره غنيت فيها كان في الثانويه ولا من قبل كده؟ لا ده انا بغني من زمان جدا، يعني من وانا عندي 8 سنين مثلا. على طول بغني، كنت بغني في كل في البيت دايما دايما، وكنت بغني في مسرح المدرسه وفي دار الاوبرا طبعا بقى لي اكتر من 8 سنين يعني في كل حته. وكنت بحب وبرده في المدرسه كل يوم الصبح اقول اغنيه جديده، وكنت دايما اقول النشيد الوطني بتاع بلادي انا اللي كنت كل يوم بقوله. فلا بحب الغنى جدا من زمان من وانا صغير. حلو جدا. مين اكتر حد بيدعمك بقى في البيت او في العيله عموما في اصحابك؟ كل اهلي بيدعموني. يعني ماما خالته خاله عماتي كلهم، حتى خاله بيغني، يعني انا خالي بيغني من زمان جدا. عيله فنيه يعني. كلهم بيغنوا ما شاء الله. كويس قوي. ماما بالذات انا متاكد ان هي اكتر حد بيدعمك. ماما صح؟ بتشجعني طبعا. عايزين نوجه لها تحيه كبيره جدا لان هي دايما مع احمد في كل خطوه، فربنا يبارك لك فيها يا رب. يا رب. طيب هرجع لمحمد تاني وبعدين اجهز بقى علشان نغني تاني. اوكي محمد
كلمني بقى عن الحاجات اللي كنا بنشوفها دي وممكن نشوفها تاني دلوقتي واحنا بنتكلم. كلمني بقى عن انت عملت مسرح وعملت حاجات في الجامعه وعملت حاجات مع فرقه حره، كلمني عن الحاجات دي. في البدايه كانت في المسرح، اشتغلت مع فريق الجامعه في كذا حاجة كده. بدأناش مسرح، أنا دخلت فريق مسرح بس بدأنا ميديا. كويس. عملنا حلقة من مسلسل وعملنا فيلم واشتغلنا فيلم تاني، يعني كذا فيلم. وبدأنا بقى إيه، دخلت فريق تاني الصراحة وعملنا فريق الفني عشان الناس تبقى فاهمة. الفريق الفني اه البرنامج اسمه استراحة برضه، فريق الفني استراحة. عملت فيه مسرحية وثلاث مسرحيات حتى الآن، ولسه إن شاء الله اللي جاي فيه تاني. تمام. بس واجهتني مثلا مخاوف مثلا ان انا اقف قدام جمهور. هنجيلها دي دلوقتي. هنجيلها للجمهور دي. بس قبل ما اروح للمخاوف تعال نروح لصوت احمد. سمعنا بقى حاجه من الحاجات الجديده كده اللي كنا بنسمعها في 2020. ممكن رامي صبري. أوكي. فرصه تانية. تمام. غريب الحب من فهمه، ما بين اتنين بيتفرقوا، بين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقوا، حد الحب كان وهمه. والفرصة تانية بنستناها، وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحكايات، حتى ولو مش قاصدين. وإن كان في حاجة احنا خسرناها، هنعوض في الجايات، لسه في عمرنا حكايات، هنسيب فرحتنا لمين؟ ونروح ونسيب، ونقول ما حصلش نصيب، ونغيب ونشوق لو يجي لأي حبيب يفكروا باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب. يعني ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ انا متشوق جدا اعرف انت مثلك الاعلى مين او مين مطربك المفضل؟ في ولاد صبر الرباعي. بنات شيرين، بحب شيرين قوي. لازم انا كنت مستني فعلا اسم من الاسماء دي، لانه انت ما شاء الله غناك حلو جدا. طب انت بقى درست الموضوع ده ولا الموضوع حتى الان هو موهبه؟ انا عارف انك بتغني في لا الأرض. موهبه لا مش دارس، يعني انا بسمع وبغني. كويس قوي. بالظبط. انت كمان لما تدرس الموضوع هتعمل فينا ايه تاني؟ يعني بقى بروح الحبره وبقعد احفظ اغاني كتير جدا، فمتعود. ربنا يوفقك يا رب في مشوارك كله. محمد، كنت بتكلمني بقى عن المخاوف، كلمني كده عن رهبة أول مرة كده وقفت قدام كاميرا أو وقفت على خشبة مسرح قدام جمهور، وتفرق عن دلوقتي ولا لأ؟ لا، هو الأول كانت أول ما توقف صوت جمهور دي كان يعني رهبة غريبة جدا. أنت خايف جدا، في ناس كتير مركزة معاك، أنت هتطلع تتكلم، المفروض إن أنت توصل رسالتك للناس كلها اللي قاعدة. صحيح. لو ما عملتش كده يبقى أنت ما عملتش أي حاجة، أو أكنك ما طلعتش أصلا. فكان خوف بقى ورهبة ونبضات قلبك بتزيد ومش عارف إيه، بس مجرد ما بتطلع تقف وتندمج وتبدأ تحس إن أنت خلاص أكن الجمهور مش موجود، أنت واقف لوحدك، زمايلك بس اللي معاك، تبدأ الدنيا بتمشي معاك بسلاسة ويعني والحمد لله. يعني الخوف ده بدأ يروح تدريجيا، ودلوقتي ممكن أطلع عادي ما خافش من أي حاجة. حلو، كويس جدا، كويس جدا. هدفك بقى في المجال ولا الموضوع بالنسبة لك أنت بس بتحب التمثيل ف وقت فراغ عندك عايز تضيع وقت او كده؟ لا، هو انا في هدف ان انا عايز اكون اكتر ممثل محبوب، لان انا بحب الناس جدا واحب ان الناس تحبني. اكتر ممثل محبوب، محبوب. مش اكتر ممثل مشهور. لا مشهور، يعني انت مركز قوي في ان انت شخص محبوب. ان شاء الله. حلو قوي. بتاخد خطوات لده دلوقتي؟ باخد خطوات بس موضوع الدراسة والتخرج كان برضو واخد وقت، من جزء كبير من وقتي. بس دلوقتي خلاص اتخرجت، فاضل لي حاجات بسيطة وبعد كده هركز في التمثيل بشكل أكبر يعني. إن شاء الله بالتوفيق يا رب. إن شاء الله هرجع لك تاني عشان في حاجة أنا مش هخلص الحلقة إلا لما أتكلم عنها. تمام. أحمد، قول لي بقى يا أحمد، يعني أنا شايف إن أنت مركز قوي في الغنى الطربي الأصيل، ده مقصود ولا حد وجهك لده؟
لما باجي اغني بحس ان انا صوتي بيطلع احسن في الطربي. فعلا يعني انا لما باجي احفظ جديد بغنيه، بس بحس ان انا في الطربي لا، بحس ان انا بحب احفظه اكتر، بحب اغنيه اكتر. وبعدين احنا في الاوبرا كله طربي. حلو قوي. يعني كله ام كلثوم، نجاة، محمد عبد الوهاب، سيد درويش، سيد مكاوي، كلنا ما بنحفظش للناس دي. طيب بمناسبه الطربي، سمعنا بقى الغنوه اللي احنا اتفقنا عليها في الاخر دي. ماشي، تمر حنه. يا تمر حنه يا تمر حنه، خيلتي بينا وبعدتي عنا. يا تمر حنه يا تمر حنه، خيلتي بينا وبعدتي عنا. الورد كله كسى الجناين، وش معنى انتي اللي شردة منا. الورد كله كسى الجناين، وش معنى انتي اللي شردة منا. يا طمرة حنة يا طمرة حنة يا طمرة حنة، من الأغاني اللي أنا بحبها. أنا عايز أقول لك أنا عايز أقعد أسمعك لبكرة. طيب محمد، قول لي يا محمد بقى قبل ما نختم، لأن إحنا خلاص يعني أردنا نختم أو تقريبا هنختم يعني. قول لي طولك بيتم استغلاله في الموضوع ده في الفن؟ لا، الطول مهم جدا يعني. في ناس في شخصيات ما ينفعش غير تبقى طويله يعني، ودايما ما شاء الله انت في اي فيديو او في اي مسرح لازم يبقى في حد قصير قوي وانت جنبه. ايه عبد السلام يعني هي اكتر حد على فكره بيشجعني جدا وبتقف جنبي كتير، واي صعوبات بواجهها هي بتقف جنبي وفي ظهري دايما على طول يعني. كويس جدا. انا كنت سعيد بوجودك النهارده يا محمد. كنت سعيد بوجودك وبصوتك جدا يا احمد، ومبسوط اني سمعت ثلاث اغاني. كان نفسي يبقوا 30 حقيقي، ومش عايز اخلص والله، فعلا مش عايز اخلص. وانت صوتك بسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول يا جماعه انه احنا عندنا فريق فني اسمه استراحه، يعني شرفني جدا انه يبقى واحد منهم احمد حماده، واتمنى ان الاسره تبقى موافقه علشان ما تقولش الدراسه والثانويه العامه وهكذا. ان شاء الله يا رب. بالتوفيق ليك يا رب، اتبسطت بوجودك. بالتوفيق ليك يا محمد. واحنا النهارده كنا بنتكلم عن قول للزمان ارجع يا زمان. اكيد كل زمن وليه حلاوته، كل وقت وله أدان زي ما بيقولوا، بس أهم حاجة إن إحنا ناخد من كل زمن أحلى ما فيه. أهم حاجة إن إحنا ما نبقاش بنقلد وخلاص. أهم حاجة إن إحنا دايماً نبقى معتزين بأصلنا، ومعتزين بتراثنا، ومعتزين بكل حاجة اتعلمناها زمان أو حتى عشناها زمان. زي ما بنختم كل مرة وبنقول، من دلوقتي للحلقة اللي جاية هناخد بريك ونفصل شوية. Thank you.